الخامسة من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أهلا بحضراتكم، ونبدأ الخامسة بأهم العناوين. رئيس الوزراء يتفقد مشروعات تطوير شرم الشيخ ويتابع تنفيذ خطوات إظهار المدينة في أبهى صورة خلال مؤتمر المناخ. وخلال اجتماعات البنك الإسلامي للتنمية، وزيرة التخطيط تعلن إنفاق 6 تريليونات جنيه استثمارات في البنية التحتية خلال 6 سنوات. وفي أخبار الرياضة نتابع: اتحاد الكرة يطرح تذاكر مباراة مصر وغينيا ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2023 على موقع تذكرتي. تفاصيل الخامسة، أهلا بكم. تفقد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أعمال توسعة وتطوير مطار شرم الشيخ الدولي والمنطقة المحيطة به، وذلك في إطار الاستعدادات لاستضافة مؤتمر تغير المناخ COP27. وشدد مدبولي على ضرورة سرعة الانتهاء من جميع الأعمال الجاري تنفيذها في نطاق مطار شرم الشيخ والمنطقة المحيطة به قبل 30 من يونيو. وخلال جولته استمع رئيس الوزراء لشرح من وزير الطيران محمد منار حول الموقف التنفيذي لأعمال تطوير المطار، حيث يتم حاليا العمل على زيادة الطاقة الاستيعابية للمطار من 7.5 مليون راكب سنويا إلى 9.5 مليون راكب. وخلال جولته بشرم الشيخ، تفقد رئيس الوزراء أيضا أعمال تنفيذ محطة شحن الحافلات بالكهرباء، واستمع لشرح من الفريق كامل الوزير وزير النقل عن إمكانيات المحطة المقامة على مساحة 100 ألف متر مربع بسعة 140 حافلة كهربائية. كما استمع مدبولي إلى شرح عن محطة شحن حافلات الغاز المستخدمة في مؤتمر COP27 المقامة بمنطقة نبق. عقب ذلك تم استعراض الخطة الجاري تنفيذها لإنشاء 50 نقطة لشحن السيارات الخاصة الكهربائية، وذلك تنفيذا للتوجيهات الرئاسية بأن يكون مؤتمر المناخ بداية إعلان شرم الشيخ مدينة خضراء. كذلك تفقد رئيس الوزراء أعمال تطوير مدخل المدينة من المطار مرورا بميداني السلام والصداقة، واستمع لشرح من اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء حول الموقف التنفيذي للمشروعات التي تتضمن إنشاء كوبري علوي على الطريق الأوسط وإنشاء 5 محاور عرضية تربط بين طريقي السلام والأوسط، فضلا عن أعمال تطوير الطريق الدائري بطول 28 كيلومتر. كما يتم إقامة 3 كباري جديدة وتوسعة جميع الطرق القائمة. هذا ووجه رئيس الوزراء بضرورة الانتهاء من أعمال التطوير في أقرب وقت ممكن وتسخير كل الإمكانات المتاحة من أجل تحقيق ذلك. وخلال جولته بمدينة شرم الشيخ، تفقد رئيس الوزراء أعمال تطوير السوق التجارية القديم، واستمع إلى شرح من محافظ جنوب سيناء حول مخطط تطوير السوق وكذا خطة التشجير وتطوير تقسيم المشاتل بمدخل السوق، حيث أشار المحافظ لما يتم من أعمال تطوير المحال القائمة بالسوق وتشمل نحو 100 محل. كما أكد المحافظ استمرار تنفيذ الأعمال الإنشائية لمشروع مصر القديمة، معربا عن ثقته في أن هذا المشروع سيكون عامل جذب سياحي. وفي ختام جولته بمدينة شرم الشيخ، تفقد رئيس مجلس الوزراء عددا من المشروعات الفندقية والسياحية الجاري تنفيذها. وأكد مدبولي على استمرار العمل على تسوية أي معوقات تواجه مشروعات القطاع الخاص من خلال الوحدة الدائمة لحل مشكلات المستثمرين بمجلس الوزراء. واستمع مدبولي إلى شرح من المستثمر السياحي ناصر عبد اللطيف حول أحد المشروعات السياحية الجاري تنفيذها، والذي من المتوقع أن يسهم في جذب نحو 2 مليون سائح سنويا. رئيس الوزراء تفقد أيضا المشروع الفندقي الجديد الذي تقيمه إحدى شركات التطوير العقاري، واستمع إلى شرح من مالك المشروع محمد أبو العنين الذي أشار إلى أنه سيضيف 198 غرفة جديدة من المقرر تشغيله قبل مؤتمر تغير المناخ. يا
يشارك رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي مساء اليوم في الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية 2022 التي تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي في شرم الشيخ خلال الفترة بين الأول والرابع من يونيو الحالي تحت شعار بعد التعافي من الجائحة الصمود والاستدامة. وتتواصل اليوم الثاني في شرم الشيخ فعاليات الاجتماعات السنوية للمؤسسات التابعة للبنك الإسلامي للتنمية. وخلال كلمتها في افتتاح منتدى القطاع الخاص على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي، أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أهمية إفساح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة في جهود التنمية باعتباره شريكا أساسيا في هذه الجهود. كما أشارت إلى أن مصر أنفقت 6 تريليونات من الجنيهات استثمارات في البنية التحتية خلال السنوات الست الماضية. تأتي استضافة مصر لاجتماعات هذا العام في ضوء أنها أولا من الدول المؤسسة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية منذ عام 1964، وهي أيضا من أكبر المساهمين في رأس مال البنك، ولديها محفظة تعاون متنامية مع مجموعة البنك تبلغ حوالي 17 مليار دولار أمريكي حتى نهاية مارس 2022، منها 367 مشروع، منها 303 مشروع تم الانتهاء منه بالفعل بتكلفة إجمالية تصل إلى 10.5 مليار دولار، و64 مشروع ما زال العمل جاري بها. تمثل أبرز المشروعات الجارية للبنك في قطاع الكهرباء وقطاع الطاقة مشروع الربط الكهربائي بين مصر والمملكة العربية السعودية التي يساهم فيها البنك الإسلامي للتنمية، محطات توليد الكهرباء في كل من أسيوط وغرب القاهرة، بالإضافة إلى مشروع خلق فرص اقتصادية للنساء والشباب لتعزيز الأمن الغذائي من خلال الممارسات الزراعية المستدامة، ومشروع التعليم الفني والتأهيل المهني، وكذلك التعاقد على مجموعة من خدمات الخاصة ببناء القدرات لدعم منظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي والتنمية. أكد وزير الخارجية سامح شكري أهمية تركيز الجهود على التنفيذ الفعال لاتفاقية باريس للمناخ. جاء ذلك خلال مشاركة وزير الخارجية في جلسة الطريق إلى مؤتمر المناخ التحول إلى الاقتصاد الأخضر ضمن الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية بشرم الشيخ. وأكد شكري أهمية تعزيز تمويل مكافحة التغيرات المناخية والابتكار في التمويل، كما أشار إلى ضرورة سد الفجوات التمويلية المرتبطة بالتغيرات المناخية سيما المتعلقة بتكيف وتخفيف الآثار. أهلا بكم من جديد. انعقدت فعاليات المؤتمر الأول لتخصصات طب الأطفال بالجامعات المصرية، حيث استعرض الأطباء المشاركون أحدث الأبحاث في مجال التشخيص والعلاج للعديد من الأمراض المزمنة والشائعة لدى الأطفال. خلال فعاليات المؤتمر الأول لطب الأطفال في التخصصات كافة، كشف الأطباء المختصون عن أحدث المستجدات في العلاج والتشخيص للعديد من الأمراض وبخاصة الأمراض المزمنة، لوضع البروتوكولات العلاجية اللازمة لتلك الأمراض وفقا لمعايير الجودة العالمية، وذلك في إطار التعليم الطبي المستمر. جلسات المؤتمر الهدف منها كلها على جاي في أمراض القلب للأطفال، في أمراض الكلى للأطفال، في أمراض المبتسرين للأطفال، بحيث أن يبقى في رسالة موجهة كويسة جدا من المؤتمر في كل تخصص إيه هي زي ما بيقولوا الكبسولة اللي الدكتور ممكن ياخدها بعد ما يطلع من المؤتمر، الكبسولة الطبية اللي يستفيد بيها. إسهال المزمن في الأطفال، ودي حاجة مهمة جدا، لأن لو الإسهال طول عن 15 يوم بنسميه إسهال مزمن، وده ممكن يأثر على وزن الطفل وحالته الصحية، وممكن يسبب نقص في المناعة وضعف نمو، وده يؤثر على تطوره العقلي كمان. هنتكلم كمان على إسهال النزلات المعوية، وإحنا النهاردة هنتكلم على طريقة التعامل الصحيحة مع النزلات المعوية
ايه النصايح اللي نقولها للام ونقولها للاهل؟ امراض الالتهاب التقرحي في القولون امتى يشخصه بدري ويقدر يبدا له العلاج مظبوط، مش مجرد ان هو يشخصه ان هو امراض ثانيه ويسيب الطفل لغايه لما القولون يحصل فيه تقرحات جامده. ومن ضمن الحاجات الجديده الحقيقه اللي موجوده دلوقتي اللي هو علاج اسمه العلاج البيولوجي، والعلاج البيولوجي بيستخدم حاليا للاطفال، والحقيقه بنشكر وزاره الصحه لانها قدرت انها تبقى توفره كعلاج للاطفال. كما تم الكشف عن احدث البروتوكولات العلاجيه في علاج الانيميا عند الاطفال، واهميه التطعيمات لدى الاطفال حديثي الولاده كاحد الاجراءات الاحترازيه والوقائيه للعديد من الامراض الشائعه عند الاطفال. وخصوصا علاج الانيميا، دلوقتي انواع الحديد اللي موجوده دايما الام بتشتكي ان الحديد الطفل بيتعبه، بيعمل له امساك، بيعمل له مشاكل في بطنه، فدلوقتي الانواع اللي موجوده انواع جديده ولسه نازله مصر جديده جدا، طعم كويس، ما بيتعبش بطن الاطفال، وده يساعد ان الهيموجلوبين يرفع ويساعد ان اداء الطفل وذكائه وادائه في الدراسه كله هيتحسن ان شاء الله. مرض الحمى الشوكيه مرض صحيح مش مرض منتشر، ولكن مرض شديد الخطوره. احنا بنطعم في حالتين، يا اما يكون مرض شديد الانتشار حتى لو مرض بسيط، او يكون مرض نادر لكن قاتل، وده في حالتنا احنا في الحمى الشوكيه هذا مرض قاتل. حديث الولادة ده كل يوم متجدد في نوعية الأجهزة اللي بتستعمل مع حديث الولادة، التقليل في استعمال الأجهزة التنفس الصناعي الاختراقية لصالح الأجهزة الغير اختراقية، يعني حاجات كتيرة جدا بتتجه أكتر نحو الأبسط، وهي دي بالرغم من أن التقدم شديد إنما هناك ميل للرجوع إلى الطرق الأبسط في العلاج. بروتوكولات تشخيصية وعلاجية مستحدثة كشف عنها المؤتمر لتكون بمثابة الملاذ الآمن لفلذات أجبادنا للعديد من الأمراض المستعصية. محمد حلمي، التلفزيون المصري. تواصل وزارة الداخلية جهودها لتصدي لجرائم النصب والاحتيال على المواطنين والإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والفساد الوظيفي، وتمكنت الأجهزة المعنية من ضبط عدد من القضايا في هذا الإطار. نتابع في هذا التقرير. في إطار مواصلة الجهود الأمنية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي وتزوير المحررات الرسمية والفساد الوظيفي، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة من ضبط صاحب شركة للمقاولات والاستيراد والتصدير بالإسكندرية قام بالنصب والاحتيال على المواطنين واستولى على 17 مليون جنيه منهم بزعم توظيفها لهم في مجال الاستثمار العقاري مقابل حصولهم على أرباح شهرية، وتوقف عن سداد الأرباح كما رفض رد أصول المبالغ المستولى عليها. كما تمكنت الإدارة من ضبط أحد الأشخاص بالغربية استولى على 4 ملايين جنيه من مواطنين بزعم توظيفها لهم في مجال التجارة مقابل أرباح لم يتمكن من سدادها، كما رفض رد أصول المبالغ المستولى عليها. واستمرارا للجهود المبذولة لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، تمكنت مديرية أمن القاهرة من ضبط صاحب شركة تسويق عقاري لقيامه بالاستيلاء على 17 مليون جنيه من مواطنين بزعم استثمارها لهم في مجال المقاولات مقابل أرباح شهرية ولم يلتزم بسدادها، كما أنه تهرب من سداد أصول المبالغ المستولى عليها. وعلى صعيد ضبط قضايا الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من ضبط 14 قضية ب18 متهماً لقيامهم بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بعدد من المحافظات، حيث بلغت إجمالي المبالغ المالية المضبوطة أكثر من 40,251,000 جنيه. مديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبحوزته قرابة 9 ملايين جنيه ومبالغ مالية من عملات أجنبية بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي. مديرية أمن البحر الأحمر تمكنت من ضبط تشكيل عصابي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين، حيث استولى عناصره على قرابة 2 مليوني جنيه من أحد المواطنين عن طريق ادعاء أحدهم بأنه يعمل بإحدى الجهات السيادية خلافا للحقيقة، وزعم ترشيحه لعضوية إحدى الجهات الحكومية ومشاركته في أحد المشروعات القومية، ثم استولوا على هذا المبلغ. مديرية أمن الغربية نجحت في ضبط أحد الأشخاص لإدارته كيان تعليمي بدون ترخيص،
واتخاذه مقرا لممارسة نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على راغب الحصول على شهادات جامعية، فضلا عن ترويجه لشهادات دراسية مزورة منسوبة لجامعة حكومية. وبحوزته تم ضبط دفاتر استلام نقدية بقيمة 3 ملايين جنيه وشهادات خبرة مزورة. وفي إطار مكافحة جرائم الفساد الوظيفي، تمكنت الإدارة من ضبط مسؤول بإحدى الوحدات المحلية بالمنيا استغل موقعه الوظيفي كمسؤول الأملاك بالظهير الصحراوي وتكوينه ثروة طائلة لا تتناسب مع طبيعة عمله بالمخالفة للقانون ومحاولة إخفاء مصدر تلك الأموال بتأسيس أنشطة تجارية وشراء أراضي وعقارات قدر قيمتها ب5 ملايين جنيه. أعلن السيد أحمد أنيس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية بدء الاستعداد لإطلاق أحدث أقمار الشركة نايلسات 301 ليحل محل نايلسات 201 الذي ينتهي عمره الافتراضي عام 2028. وقال أنيس في تصريحات صحفية إنه تحدد يوم 7 أو 8 من يونيو الحالي موعدا لإطلاق القمر من ولاية فلوريدا الأمريكية، وذلك بعد انتهاء كافة عمليات الاختيار والتشغيل التي أعقبت نقل القمر المصري من مقر شركة تاليس بفرنسا، حيث تم تصنيعه إلى قاعدة الإطلاق بكيب كانافرال بولاية فلوريدا الأمريكية، حيث ستتولى عملية الإطلاق شركة سبيس إكس العالمية. أشار أنيس إلى أن عملية تصنيع القمر استغرقت حوالي 2.5 العام، وكان مقررا أن يتم إطلاقه بداية العام لولا ظروف كورونا. وحول الإمكانيات الفنية للقمر الجديد، قال أنيس إن نايلسات 301 يبلغ عمره الافتراضي 15 عاما ويزن 4.1 طن، وسيضم 38 قناة قمرية مقابل 26 قناة قمرية للقمر السابق. وأضاف أن القمر الجديد سيتوسع في نطاق تغطيته، بالإضافة للمناطق التي يغطيها بالقمر الحالي سيتم تغطية دول جنوب القارة الإفريقية إضافة إلى دول حوض نهر النيل، وذلك لتحقيق تواصل أكبر مع شعوب القارة الإفريقية ويواكب توجهات القيادة السياسية في تعميق العلاقات المصرية الإفريقية. كما تشمل إمكانات القمر الجديد تقديم خدمات الإنترنت عريض النطاق لتغطية جمهورية مصر العربية والمناطق النائية، لتوفير خدمات الإنترنت للمشروعات الجديدة ومشروعات البنى الأساسية والمجتمعات العمرانية الجديدة وحقول البترول شرق البحر المتوسط وخاصة حقل ظهر. وأشار رئيس نايلسات أن توفير هذه الخدمة يحقق تكاملا مع القمر المصري طيبة واحد، وبذلك تكون مصر قادرة على تقديم خدمة الإنترنت الفضائي من خلال قمرين صناعيين بما يضمن تأمين واستمرار هذه الخدمة. وفيما يخص عمليات التشويش التي تتعرض لها الأقمار الصناعية بين الحين والآخر، قال أحمد أنيس إن نايلسات 301 تم تصنيعه وفق تكنولوجيا متقدمة تمكنه بمفرده وذاتيا من تحديد أي مصدر للتشويش، كما سيتمكن أيضا من معالجة عمليات التشويش لتوفير التأمين الكامل للقنوات التلفزيونية العامة عليه. كما يتميز القمر الجديد بإمكانية المناورة بالهوائيات لتغيير مناطق التغطية وفقا لاحتياجات الدول الإفريقية التي تعتبر سوقا جديدا لأقمار النايلسات. وأشار أنيس إلى أنه تم إجراء مفاوضات مكثفة من أجل توسيع وتعميق الشراكات الاستراتيجية مع كبرى الكيانات العاملة في مجال بث القنوات الفضائية مع أشقائنا في المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات والأردن، وبصفة خاصة مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة OSN وشركة SES وشركة جولفسات الكويتية.
اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني لشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021-2022 بنسبة نجاح 83%، كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 100%، نتيجة إعدادية المكفوفين بنسبة نجاح 62%، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح 96.6%، ونتيجة امتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 87%، ونتيجة امتحانات الإعدادية الرياضية بنسبة نجاح 63%. وأكد مدير مديرية التربية والتعليم محمد عطية أن هناك 155 طالب وطالبة حصلوا على الدرجة النهائية بالقاهرة. في إطار سعي الأزهر الشريف للتطوير المستمر وفق رؤية مصر 2030، احتفل الأزهر الشريف والمجلس الثقافي البريطاني بتخريج 5000 معلم ضمن برنامج ورشة عمل مدرسي الأزهر لتدريس وتعلم اللغة الإنجليزية وإكساب الطلاب مهارات المعرفة واستخدام اللغات كجسور للتواصل مع مختلف الشعوب والثقافات. مشاهدينا الكرام، نتابع في سياق التقرير التالي المزيد. تطوير عبر رؤية تعي متطلبات المستقبل، وتأتي اللغة كأهم مفردات التعامل لطلاب وخريج الأزهر، فتم تدريب ما يقارب 5000 معلم للغة الإنجليزية وفق برنامج للتنمية المهنية المستدامة. بدأنا نتوسع ليس فقط في تعليم الطلاب، إنما بتأهيل المدرسين اللغات الإنجليزية سواء كانوا في الجامعة أو في المعاهد الأزهرية. بعد ما خلصنا 187 واحد ودربناهم وأثقلنا مهاراتهم، كل واحد راح نقل المهارات التي تعلمها ل 30 مدرس داخل الإدارة التعليمية اللي هو بيدرس فيها، فكل مدرس من 30 راح نقل الخبرات اللي هو تعلمها على المنهج اللي هو بيدرسه، على المنهج المعتمد طبقا لرؤية مصر 2030، عشان نأهل دعاتنا ان هم يكونوا على قدر المسؤوليه لما يطلعوا بره البلاد، يخاطبوا جنسيات غير الجنسيات العربيه، يقدروا يتكلموا ان شاء الله باذن الله بما تعلموه وبما تدربوا عليه من معلمينا ومن موجهينا باذن الله. اوكي سو ذا التعاون فيما يتعلق بهذا البرنامج، برنامج ورش عمل لمدرسي الازهر، بدأ بتقديم تدريب للمدرسين في المعاهد الازهريه في كل محافظات جمهوريه مصر العربيه. الموضوع بدأ بتدريب الموجهين والمشرفين اللي قاموا بنقل ما تم التدريب عليه الى المدرسين والمعلمين في المعاهد الازهريه اللي بدورهم نقلوا هذه المهارات المكتسبه في الفصول الدراسيه للتلاميذ. برنامج التدريب يشمل انعقاد دورات مكثفة لتعلم اللغة بإتقان واكتساب مهارات لتنمية الطلاب وإعداد المعلمين ممن تفوقوا كمتدربين. التدريب ده بيقائم على مهارات التعلم الحديثة، على أنشطة جديدة. بيبقى الوظيفة بالنسبة لنا مش مجرد ان احنا وظيفة عمل بنأديه، روتين بنأديه، لا، وظيفة بنستمتع بيها، بيستمتع الطلاب معنا بيها. كل مدرب كان بيقوم بتدريب 30 متدرب من زملائه، من المدرسين للغة الإنجليزية، وبيتم متابعتنا من قطاع المعاهد الأزهرية ومن بريتش كونسل. ناخد المحاضرة وبعدين نرجع نديها للمعلمين ونتابع ان المعلمين، على اساس ان انا مدرب المشرف المحافظه، تابعت كمان ان المعلمين قاموا بتطبيق ده بشكل عملي داخل معاهدنا في الفصول. مش مجرد ان يعرف مهاره القراءه، لا، في مهارات فرعيه اخرى، وازاي يتدرب على انه يحل اسئله معينه، يتدرب على انه يعمل محادثه كامله باللغه الانجليزيه. ويستمر التطوير داخل الازهر الشريف لضمان تكوين كوادر مهنيه ودعويه على اعلى مستوى تعي مسؤوليه التعلم والدعوه وحمل أمانة الكلمة. رؤية جديدة للأزهر الشريف تضمن الارتقاء بالمستوى اللغوي للمعلمين وإتقان اللغة الإنجليزية، بما يضمن خريجين قادرين على التواصل بشكل كبير مع الطلاب ومع البعثات في الدول الأجنبية. من الأزهر الشريف، حماد العرب، التلفزيون المصري.
ترأست وزيرة البيئة دكتورة ياسمين فؤاد أولى جلسات المناقشات الوزارية التفاعلية في الشق رفيع المستوى من اجتماعات مؤتمر أطراف اتفاقيات بازل وواتردام وستوكهولم، وتعقد المناقشات في السويد تحت شعار الاتفاقيات العالمية من أجل كوكب صحي، الإدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات. وتركز الجلسة على الفرص المتاحة لمعالجة الأزمات البيئية الثلاث: التلوث وتغير المناخ وصون التنوع البيولوجي، وذلك من خلال تحقيق أهداف اتفاقيات بازل وواتردام وستوكهولم واحد في إطار المنصة التفاعلية التي تتيحها الاجتماعات الوزارية لتبادل الخبرات ودفع الزخم السياسي لتنفيذ الاتفاقيات الثلاث. نهاية الخامسة، وهذا تذكير بأهم ما جاء بها من عناوين. رئيس الوزراء يتفقد مشروعات تطوير شرم الشيخ ويتابع تنفيذ خطوات إظهار المدينة في أبهى صورة خلال مؤتمر المناخ. وخلال اجتماعات البنك الإسلامي للتنمية، وزيرة التخطيط تعلن إنفاق 6 تريليونات جنيه استثمارات في البنية التحتية خلال 6 سنوات. وللمزيد دائما مصبير دوت اي جي. شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.